كلما كان الإنسان أكثر تسبيحا وتهليلا جعل الله تعالى له الخير يساق إليه سوقا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. ايش يضرك ما دام انك فارغ؟ سبح وهلل يا اخي. واحد واقف عند مطعم، واقف عند مخبز، واقف عند بقاله، اراد انه ينام، انتبه لا تفوت لحظه الا وانت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من اراد ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. ويقول الحسن البصري رحمه الله أيضا، يقول: أما يستحي أحدكم، أما يخجل إذا لقي الله تعالى ثم نظر في صحيفته فإذا عامة ما فيها ليس من ذكر الله؟ يعني يوم القيامة تعرض